الطقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 18 درجة مئوية، الملموسة 17، والرطوبة منخفضة حوالي 51%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأها شمالا، إربد طقس صافي 30 إلى 16، المفرق 31 إلى 17، جرش 31 إلى 15، أما عجلون 29 إلى 14. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 28 إلى 18، الزرقاء 31 إلى 19، البلقاء 30 إلى 17، مأدبة 29 إلى 16، والبحر الميت 36 إلى 23. المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 17، طفيلة 29 إلى 17، الشوبك 27 إلى 17، معان 30 إلى 18، والعقبة 39 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الشرقية رويشت 35 إلى 21، الصفاوي رياح نشطة وتربة مثارة 35 إلى 18، والأزرق 35 إلى 20. إلى اللقاء.